والله دنينا يا مكان والله على كيفك يا تعال وين تحت الباب الثاني وين ما تشتغل لا ما شفت كيف الغفر راح طبعاً ألف واحد والضباط ما طابه خلينا ادخل عمي الباب تعال سكننا الطلاب واحد احمد تعال هنا احمد ما عندك مقاتل الله ما عندك ضمير بعد 6 ثواني قتلت ابنك قبل ها قتلته موجود وقتلته قتلت الحكمه وبعدين شلون طلعت نازله على الفراش بالعفو نعم نسيت يلا هذا ما عندي شيء.